الحقيقة من 2018 عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الحياة السياسية بدأت هذه التجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كلمينا عن بداية هذه التجربة وإيه اللي حصل في بدايتها. حضرتك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إحنا مجموعة من الشباب زي ما حضرتك بتتكلمي مختلفين في التوجهات الفكرية، من أحزاب مختلفة، من اليمين والوسط ومن اليسار. الأيديولوجيات بتاعتنا مختلفة، بس في النهاية قدرنا نوصل مع بعض لمساحة مشتركة إن إحنا نكون الهدف بالنسبة لنا الأساسي والرئيسي هو مصلحة الوطن. فعلشان كده بقينا بنتحاور ونتشارك القضايا الرئيسية وبنوصل في النهاية لعملية توافق. عملية التوافق دي بتيجي بأن احنا بنتنحى جزء معين من الخلافات جانبا، الخلافات اللي هي أو الاختلافات بتاعت الأيديولوجيات الخاصة بينا، وبنغلب المصلحة الرئيسية. وده يمكن كان باين في البيان التأسيسي الأول اللي أطلقته التنسيقية، واحنا بنقول ان احنا مجموعة من الشباب الوطني اللي هدفه الرئيسي هو الاصطفاف حول القيادة السياسية وحول الوطن في هذا التوقيت. فعملنا فكرة ان هي المنصة الحوارية، هي من اسمها، هي احنا بنتحاور وبنتوافق. ويمكن دايما بحب اقول مثال بسيط قوي على فكرة التوافق ده احنا بنوصله ازاي. يعني احنا كان من ضمن الحاجات اللي اشتركنا فيها كتنسيقية فكرة الاستفتاء على الدستور. فلما كنا بنحاول نوصل لعملية توافق، احنا في مننا مؤيد للدستور ومننا معارض على حسب الايديولوجية بتاعته، فازاي كنا نقدر نوصل لمساحة مشتركة توصلنا لتوافق نقدر نظهر بيه للشباب وللمواطن المصري ونقول لهم. فاتفقنا على ان الهدف الرئيسي كان بالنسبه لنا هو المشاركه السياسيه، ان لازم الناس تنزل وتشارك وتدلي بصوتها في الانتخابات، سواء كنت هتقول ايوه او هتقول لا. فده كان المحور الاساسي والرئيسي اللي احنا انطلقنا منه. ده مثال بسيط لفكره ان احنا ازاي بنتوافق كمنصه حواريه ما بيننا وبين بعض رغم الاختلاف في الايديولوجيات.